كل عام وانتو بخير. كل عام وانتو بألف خير. أو كل عام وانتو بخير. أو كل سنة وانتو سالمين. كل سنة وانتو سالمين. بدت السنة الجديدة. بدت السنة الجديدة. وعادة أول السنة بيكون عنا أهداف. أهداف. هدف. هدف معين. أهداف. هدف أهداف. فعادة بيكون عنا أهداف. مثلا أنا بدي أتحسن باللغة الإسبانية. بدي أتحسن باللغة الإسبانية. هذا هدف. عم بتعلم إسباني وبدي أتحسن. حابب أتحسن. هذا هدف. هدف. في مثلا أصدقائي بدهم أو أصحابي بدهم يقلعوا عن التدخين. بدهم يقلعوا عن التدخين أو يوقفوا دخان. بدهم يوقفوا دخان. بيدخنوا بس على السنة الجديدة أول السنة الجديدة هدفهم يبطلوا يدخنوا. يبطلوا يدخنوا دخان مش كويس فما بدهم يدخنوا. تمام؟ فبهذا الفيديو راح نحكي عن الأهداف وأهدافنا للسنة الجديدة. السنة الجديدة. تمام؟ فأنا راح أحكي لكم عن أهدافي وبعدين أنتوا احكوا لي عن أهدافكم بالتعليقات. أوكي؟ احكوا لي عن أهدافكم بالتعليقات. يلا. الهدف الأول لإلي. أول إشي أنا حابب أطور عملي أو حابب أطور شغلي وأكبر شركتي. يعني بدي أجيب طلاب أكتر وبدي أساعد ناس أكتر بموضوع العربي. تمام؟ بعدين حابب أنا أتعلم أنا نفسي. أنا حابب أتعلم مهارات. حابب أتعلم مهارات جديدة. يعني مثلا حابب أتعلم أدق على الطبلة. حابب أتعلم الطبلة. حابب كمان أتعلم لغة جديدة. حابب كمان أتعلم لغة جديدة زي الألماني أو اللغة الألمانية. ممكن نقول الألماني أو اللغة الألمانية. حابب أتعلم هذه الشغلات. هلأ كمان حابب أحسن عاداتي أو يعني أتخلى عن عادات سيئة. أكيد كلنا عنا عادات سيئة يعني مش منيحة. عادات مش منيحة. فبدي أتخلى عن هاي العادات. مثلا زي الوقت الزايد على وسائل التواصل الاجتماعي أو السوشيال ميديا. الوقت الكتير على السوشيال ميديا. عم نقضي وقت كتير على هذه الصفحات على هاي المواقع انستغرام وفيسبوك ويوتيوب إلى آخره. فبدي ما أستعمل يعني ما أقضي وقت كتير على هذه الأشياء. ما بدي أقضي وقت كتير على هذه الأشياء. طبعا إشي تاني حابب أعمله. أنا حاسس إنه لازم أقرأ أكتر. أنا بدي أقرأ أكتر. أقرأ شغلات وأتعلم مواضيع جديدة. بحس إنه القراءة مهمة وبدي أطور العادة. عبدي أطور عادة القراءة في حياتي اليومية. يعني مثلا كل يوم قبل ما أنام بدي أقرأ شوي عن موضوع معين أو بدي أقرأ كتاب معين رح يعلمني إشي. تمام؟ فبدي بدي أصير أقرأ أكتر. أوكي؟ هلأ كمان شغلة حابب أصير أقضي وقت أكتر أو بدي أقضي وقت أكتر مع عيلتي. مع عيلتي. السنة الماضية كنت بشتغل كتير كتير. حابب هاي السنة كمان أشتغل بس أنظم وقتي. أنظم وقتي أو نظم وقتي. ممكن نقول بالعامية بننظم. فننظم وقتي أكتر عشان أقدر أقضي وقت أكتر مع عيلتي ومع أصحابي يعني أصدقائي. تمام؟ فهذه أهدافي. هذه أهدافي للسنة الجديدة. وكل عام وأنتوا بخير.
هلأ دوركم، احكوا لي انتو شو اهدافكم، شو حابين تعملوا بالسنة الجديدة، شو حابين تحققوا، شو حابين تنجزوا بالسنة الجديدة، شو في شغلات عم تعملوها يعني بدكم تتخلوا عنها، بتدخنوا، في حدا بيدخن وما بده يدخن، بده يقلع عن التدخين او يتخلى عن هذه العادة السيئة. احكوا لي بالتعليقات شو اهدافكم للسنة الجديدة، وكل عام وانتم بخير، وبشوفكم الفيديو الجاي. مع السلامة.